السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هتبقى تاني حلقة من حلقات تعليم الكروشيه، هنتعرف فيها على أنواع الخيوط وازاي بتعرفي المناسبة للخيط المناسب. احنا معانا هنا طبعا الخيوط أنواع كتير جدا 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 لا تعد ولا تحصى، منها الصيفي ومنها اللي هو بيبقى الشتوي. الخيوط الصيفية طبعا دي اللي هي بتبقى خيوط القطن، بتبقى بالشكل ده، ده خيط القطن. وفيه بيبقى اللي هو خيط الحرير، تمام. بس خيط القطن يا جماعة، عايزاكم يا بنات بجد لما تيجوا تشتروا خيط القطن ياريت تختاروا نوعية تكون كويسة. النوعية دي اسمها إليزا. إليزا دي تعتبر من أجود أنواع الخيوط، يعني خيوطها ممتازة جدا. يعني بصوا، ما بتتأثرش بالغسيل وما بتنكمش ولا أي حاجة خالص. أنا طبعا احنا عارفين القطن إن ما كانش من نوعية جيدة بيتأثر طبعا بالغسيل، بيبهت، لونه بيتغير، بينكمش كده. لكن الصراحة إليزا أنا استخدمتها خيوطها ممتازة جدا. ماشي، دي بالنسبة للخيوط اللي هي الصيفي. الخيوط الشتوي بقى، نيجي للخيط الشتوي. طبعا بيبقى أنواع كتير، بيبقى منها خيط الصوف، وفي خيط اللي هو القطيفة، ده بيعملوا بيه الكوفيات والجواكت التقيلة وكده. خيوط الصوف بقى بتبقى أنواع، في منها اللي بتبقى فتلته رفيعة بالشكل ده، بتبقى فتلته رفيع بالشكل ده. لو انت مبتدئه انا منصحكيش ابدا بالخيط الرفيع ده، حتى لو انت مش مبتدئه برضو، لو انت برضو بتشتغلي برضو في الصوف وبرضو يعني متمكنه وكده، الخيوط الرفيعه دي مش بتبني معاكي، يعني مش حلوه في البناء، يعني ما بتبنيش معاكي السطور بسرعه. لكن في خيوط بتبقى متوسطه السمك، زي الخيط ده مثلا، ده خيط مصري اهو، عشان بس اللون الاسود ممكن ما يبقاش باين. اهو في الخيط الابيض بيبقى باين اكتر، ده خيط مصري، ده متوسط السمك، ده بيبقى ممتاز للي هم المبتدئات. يا ريت يعني يا بنات تجيبوا الخيط المصري، هو تكلفته بسيطة، يعني مش باهظ الثمن ولا حاجة، تكلفته بسيطة، وفي نفس الوقت بتعرفي تشتغلي بيه. لما بتشتغلي بيه مثلا غلطتي في غرزة او حاجة بتيجي تفكيه، ما بيأثرش على شكل الخيط خالص، الخيط ما بيتأثرش خالص. الخيط ماري لانه بيبقى فيه اكريليك كتير، يعني اغلبه بيبقى اكريليك، اهو بيبقى 100% اكريليك، فعشان كده ما بيتاثرش بانك تشتغلي وتفكي فيه والكلام ده. لو هو من الخيوط اللي هي الرفيعه دي، طبعا الخيط بيبقى شكله مش اللي هو، يعني بيبقى بيتاثر بتطلع منه حاجات كده، بيبقى شكله مش حلو في الشغل خالص. ده خيط الرفيع وده الخيط المتوسط، وده بقى الخيط اللي هو السميك. بصوا بتبقى الخيط بيبقى تخين ازاي بالشكل ده. بصوا ده بيبقى خيط سميك، ده برضو بنستخدمه للشيلان الكوفيات طبعا، عشان بيبقى تقيل، وممكن برضو في الطواقي بيبقى تقيل وفتلته سميكة وبيبني معاكي بسرعة. وده برضو من الخيوط اللي هي الممتازة. الخيط ده تركي بس الصراحة يعني جميل جدا أوي في الشغل، وسهل، سهل جدا في الشغل. وبالنسبة بقى للإبر، ده بالنسبة لأنواع الخيوط. لو انت بقى عايزة تستخدمي الإبر، عايزة أنا دلوقتي أشتغل مثلا بخيط متوسط ومش عارفة أشتغل بإبرة مقاس كام، هنا بيجيب لك في الليبل بتاع ده الليبل بتاع البكرة، بس اتشالت مني. يعني بيجيب لك ساعات مش كل الخيط الصراحة، يعني الخيط اللي هو المصري ده مش كاتب عليه في الليبل بتاعي، مش كاتب تستخدمي إبرة مقاس كام. لكن هنا بصي أغلب الخيوط هتلاقي فيها، بصي ده اللي أهو الليبل أهو بتاعه، وتستخدمي طبعا احنا ملناش دعوة بالسنانير دي، علامة السنارتين دول اللي هو التريكو، دي سنارة واحدة، ده اللي هو الكروشيه، تستخدمي معاه إبرة 4.5. ممكن تستخدمي لو انت عايزة الشغل مرن، ممكن تستخدمي 4.5 أو 5 لو انت عايزة تستخدمي، عايزة الشغل بتاعك يبقى مرن، يعني تستخدمي ممكن إبرة مقاس 5. عايزة الشغل بيبقى يعني
متماسك شوية تستخدمي إبرة رقم 4 بس. المهم هو بيحط لك طبعا المقاس ده يعني إيه استرشادي بس عشان تبقى عارفة الإبرة المناسبة أو ما يعادل يعني ممكن أقل نمرة أكتر نمرة كده يعني. بس هو الخيط ده عامة تستخدمي معاه إبرة رقم 4 هتبقى حلوة قوي يعني. إحنا كده اتعرفنا على أنواع الخيوط، الخيوط الصيفي والخيوط الشتوي. تمام، دلوقتي بقى هقولك تختاري ازاي الخيط اللي هتشتغلي بيه لو انت مبتدئة. لو انت مبتدئة يا ريت تجيبي الخيط اللي هو المصري، زي ما قلتلك مش بيكلفك حاجة. هتجهزي لي بكرة خيط متوسطة السمك بالشكل ده، تمام، متوفرة دلوقتي في كل مكان وبجميع الانواع. هات اللون اللي انت عايزاه، بس يستحسن انصحك يعني انك انت تجيبي الخيط يكون فاتح، يعني من الالوان الفواتح، ابيض، بيج، بامبا، بينك، الالوان اللي انت تحبيها وترتاحي لها نفسيا. بس اهم حاجه تكون الوان فواتح، ابعدي عن الالوان الغوامق دلوقتي مؤقتا، يعني ما قلتلكيش ابعدي عنها خالص، بقولك مؤقتا بس، عشان وقت ما اتعلمي في الالوان الفاتحه عشان تبقي عارفه عدد، تعرفي تعدي الغرز. المهم انت بتجهزي لي بكره خيط متوسط، بكره خيط متوسطه السمك بالشكل ده، ومعاها ابره، يفضل ان هي تكون الابره رقم 4.5، اهي بالشكل ده 4.5 او 5 يعني، علشان بس ايه الشغل يبقى سهل معانا. تمام، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي هنتعرف ازاي نمسك الإبرة المسكة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.